الرئيس السيسي ينعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ويعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في مصابهم الجلل. إيران تستعد لتشييع جثمان رئيسها ومرافقيه في مدينة تبريز غدا، والسلطات تفتح تحقيقا في حادث سقوط الطائرة الرئاسية. مدعي الجنائية الدولية يطالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالاند، وواشنطن ترفض وتعتبر أنه سيعرض محادثات الهدنة للخطر. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. نعت مصر رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بوسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. كما أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب بالجلل. تقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية. ودعا الوزير شكري أن يتغمد الفقيدين ومرافقيهم برحمته وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني الشقيق الصبر والسلوان. هذا وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية. وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس، أظهرت الصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احترقت بالكامل. بدوره أعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جثامين جميع ركاب الطائرة 9، حيث كانت تقل أيضا مسؤولين 2 إلى جانب رئيسي وعبد اللهيان، إضافة إلى 5 بين مرافقين وطاقم المروحية. وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل ومرافقيه ستقام غدا في مدينة تبريز. بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات خلال الليل وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة والضبابية، أعلن رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما والوفد المرافق لهما في أثناء عودتهم من الحدود الأذرية. فرق البحث الإيرانية كافحت خلال الليل عواصف ثلجية وتضاريس وعرة في منطقة ورزقان الجبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية لتتمكن في النهاية من الوصول إلى حطام الطائرة في الساعات الأولى من الصباح. بحسب جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، فإنه عند العثور على موقع التحطم قرب حدود أذربيجان لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة. بعدها أعلن الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الرئيس ووزير الخارجية وثمانية أشخاص آخرين بين مرافقين وطاقم الطائرة ليتم نقلهم إلى تبريز مركز المحافظة، معلنا انتهاء عمليات البحث. وعقب تأكيد خبر الوفاة، أصدرت
الحكومة الإيرانية بيانا أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء أكدت فيه للشعب الإيراني أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل في إدارة البلاد، فيما أعلن مجلس صيانة الدستور تولي محمد مخبر دزفولي النائب الأول للرئيس مقاليد حكم البلاد مؤقتا بعد موافقة المرشد علي خامنئي. بدوره أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الحداد العام في البلاد 5 أيام بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. وأوضحت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية نقلا عن خامنئي أن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر يتولى السلطة التنفيذية في إيران وفقا للدستور، مشيرة إلى أن أمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات. هذا ونعت الحكومة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم. وخلال اجتماع طارئ بحضور محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل ورئيس البرلمان والسلطة القضائية، أوضحت الحكومة الاستمرار في إنجاز مهام السلطة التنفيذية بشكل كامل، كما أعلنت الحكومة تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة الرئيس. زیر سایه رهبری به پیش خواهد رفت تمام دوستان بدون توجه. تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر سقوط مروحيته بالقرب من حدود أذربيجان. تاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين، الأولى في يونيو عام 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية، تكرر السيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة. وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل المنصب محمد مخبر دزفولي، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى. بعد ذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية. هذا وعين مجلس الوزراء الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية حسبما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة رفقة الرئيس إبراهيم رئيسي وآخرين. هذا ونعى عدد من قادة الدول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما. وأعرب القادة عن صادق مواساتهم للشعب الإيراني مؤكدين تضامنهم مع إيران حكومة وشعبا في هذه الظروف الصعبة. We'll be right back.
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، القانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالنت، كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس. وقال المدعي العام إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة. بدوره وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن أعلان المحكمة بشأن أوامر اعتقال محتملة لنتنياهو وجالنت كارثة. ومن جانبه عقب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن قيادات الاحتلال. واعتبر كاتس أن تحرك الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالنت تمثل فضيحة تعادل هجوم 7 أكتوبر الماضي على حد قوله. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، مشددا على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة محتجزيها من غزة والإطاحة بحركة حماس، وذلك على حد زعمه. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة دون أساس قانوني هو مساواة بين الضحية والجلاد. وأضافت حركة حماس أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة. وطلبت الحركة المحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرم الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف وفتحت نيرانها قبالة شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية. وجاء ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية لليوم 27 بعد 200 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في محور نتسريم جنوب مدينة غزة أطلقت قذائف على المناطق الشرقية في حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي 2 على الأقل على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن إسرائيل أجبرت 810,000 مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين. هذا وأكدت الأونروا أنه في كل مرة تشرد فيها عائلات تتعرض حياتها لخطر جسيم ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم بحثا عن الأمان، نافية وجودا منطقة آمنة. هذا وحذرت الوكالة الأممية من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. أوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلقت نيرانها تجاه شاطئ النصيرات وزويدة وسط القطاع،
كذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. في الأثناء أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 116 شهيدا و 176 مصابا، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 35,562 شهيدا و 79,652 مصابا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لليوم 14 على التوالي، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3,000 شاحنة مساعدات للقطاع وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع. وكان برنامج الأغذية العالمي أكد الحاجة لوصول آمن ومستدام للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، لكن أوامر الإخلاء الإسرائيلية حالت دون ذلك. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب القضايا الإقليمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، أشار شكري إلى أن مصر أصرت على أن يبقى معبر رفح مفتوحا وسعت مع الشركاء الدوليين لإيجاد آلية لإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع. تأكيد سيطرت على مباحثاتنا القضية الفلسطينية وتطورات الحرب على غزة، وكان القضية مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة. تناولنا ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع أزمات التي يشهدها تاريخنا المعاصر، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي واتساع دائرة الصراع، وهو ما شاهدناه بالفعل في اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وإلى اليمن والبحر الأحمر وإلى التوتر الذي شاب العلاقات الإيرانية التركية الإيرانية الإسرائيلية. أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية، لأن الأوضاع تتفاقم إلى الأسوأ كل مدى، وضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة فتح كافة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم، وضرورة حماية العاملين في القطاع الإنساني. طالب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثان بتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وخلال كلمة ألقاها بمنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، قال وزير الخارجية القطري إنه لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض، مضيفا أن التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل، معتبرا أن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما. قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، قال إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر مايو الجاري. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الأيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و1852 بالعاصمة لندن، أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح، مؤكدا على ضرورة وقف العنف
فورا ووصول المساعدات الإنسانية دون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة. نظم عدد من المواطنين الإسرائيليين من أهالي المحتجزين في غزة مظاهرة للمركبات في شارع أيلون باتل بتل أبيب، وتطالب بإتمام صفقة لتبادل المحتجزين فورا، وأتي ذلك فيما قاطع عدد من أهالي المحتجزين جلسة داخل الكنيست للمطالبة بعقد صفقة لإعادة المحتجزين. التاسعة متواصلة نتابع فيها. موسكو تعلن السيطرة على قرية في منطقة لوهانسك الأوكرانية، وكييف تنفي وتؤكد تصديها للهجوم. أعلن الجيش الروسي سيطرته الكاملة على قرية بيلوهريباكا في منطقة لوهانسك بأوكرانيا، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمركزت في مواقع أفضل بالمنطقة، مشيرة إلى أنها خاضت اشتباكات عنيفة في منطقة خاركيف. وفي المقابل نفت كييف سيطرة القوات الروسية على القرية، مشيرة إلى أن قواتها تصدت للهجوم الروسي بالقرب من القرية. أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 7 مسيرات جوية فوق مقاطعتي بلغرود وكورسك. وبالتزامن ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بمصفات سلابيانسك للنفط في منطقة كرانسودار. أكد رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي أكد أن بلاده لن تتنازل عن الديمقراطية والحرية، داعيا الصين لوقف تهديداتها العسكرية والسياسية. وخلال خطاب تنصيبه عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتايوان، أكد لاي تشينغ أن على الصين أن تتحمل المسؤولية لضمان السلام وتخليص العالم من خوف اندلاع الحرب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني. وأوضح مدبولي خلال احتفالية افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان أن القطاع الخاص يقود تطوير التعليم الخاص. قطاع الصناعة بيشهد من الدولة دعم كبير جدا 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 في خلال هذه الفترة، ويمكن على المستوى الشخصي يعني ما بيمرش أسبوع غير لما بكون موجود في عدد كبير من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص، علشان ندعم كل القطاع الخاص في دوره اللي بيقوده في تحقيق التنمية الصناعية في مصر. ودائما وأبدا يعني إذا كنا بنتكلم أن الصناعة عبارة عن منشآت، عبارة عن أجهزة، عبارة عن بنية أساسية، ولكن يبقى المكون الأساسي اللي يقود نجاح عملية صناعة هو القوى البشرية اللي بتبقى موجودة. واللي احنا شفناه في كل تجارب العالم الناجحة ان النهضة الصناعية دايما بتبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي. وعشان كده يعني كان دعمنا كدولة للقطاع الخاص ان هو يقود عملية تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وأيضا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية. كما أكد مدبولي أن الدولة تشجع إنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في انطلاق قطاع الصناعة. الحقيقة يعني كل التجارب اللي تمت أكدت لنا أن احنا راهننا على النموذج الشراكة الناجح، لأن الحمد لله النهاردة كل المدارس الفنية اللي بيتم النهاردة يعني تشغيلها وإدارتها بقطاع خاص
يعني النهاردة بقت نموذج نجاح ونقطة مضيئة جدا داخل الدولة المصرية. الأهم نتيجة لأن القطاع الخاص اللي بيديرها هو قطاع صناعي، فبالتالي هو بيؤهل العمالة اللي بيحتاجها قطاع الصناعة المتخصص، وبالتالي الولاد بيخرجوا من المدارس دي على طول على فرص العمل. نظرا لطبيعة المجتمع المصري، ودائما بيبقى هناك رغبة في إكمال التعليم ما بعد مستوى المدارس، كانت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبالتالي يمكن إحنا كدولة شجعنا هذا النموذج، والنهاردة الحمد لله إحنا بنشهد واحدة من النماذج اللي نأمل إن شاء الله أنها تكون نموذج نجاح كبير، وهو موضوع الجامعة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة. المستهدف من هذه الجامعة أن إحنا تصل إلى أكثر من 15,000 طالب، وده طبعا رقم يعني نقدر نقول عليه يعني طبعا جيد جدا، ولكن طبعا في خضم العدد الكبير لمصر بيبقى ما زال ان احنا محتاجين عشرات الجامعات من هذا النموذج ان شاء الله يبقى موجود. كان رئيس الوزراء قد شهد افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنيك مصر بالعشر من رمضان، وتفقد رئيس الوزراء عددا من أقسام الجامعة تضمنت معامل التحكم والنظم الصناعية والكهرباء والكمبيوتر، إلى جانب قاعات الدراسة والمحاضرات، حيث شاهد نماذج لمشاريع طلاب الجامعة من التخصصات المختلفة. كما تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة سوميتومو العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم في العاشر من رمضان. وأكد مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجهه، دعما وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وأكد مدبولي على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق وتيسير حركة المواطنين. كما تمت الإشارة إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه. وعقب تفقده أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، توجه رئيس الوزراء لتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحداث النظم، ضمن تكلفة الرئيس السيسي بالعمل دوما على تحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين. أحال مجلس النواب 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وبعد المناقشات والاستماع لآراء الأعضاء وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، كما وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة بدأت بإحالة رئيس المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من 20 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وبعد المناقشات والاستماع لآراء الأعضاء وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون
مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، كما وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين هو مجرد ادعاء، لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عاما، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعا أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية. هذا وانتصر المجلس للأطقم الطبية المصرية وقرر تخفيض نسبة الأطقم الأجنبية بالمنشآت الصحية القائمة بنسبة لا تجاوز 10% بدلا من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، كما وافق على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية من الأجانب في المستشفيات التي سينشئها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024. أيضا وافق المجلس نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، وذلك عن السنة المالية 2022-2023 والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2022-2023 ومنحة مقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء المجلس أن مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى تطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلية المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها. أهمية هذا القانون، أولا القانون هو لا يطبق أو لا يسري على وحدات الرعاية الأساسية اللي هي الوحدات الرعاية الأولية في كافة محافظات مصر، ولا يسري كمان على وحدات طب الأسرة لأن دي بتقدم الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والنجوع. هو بيسري على المنشآت الصحية الأخرى زي المراكز الطبية والمنشآت العلاجية اللي موجودة، بالذات اللي يا إما هينشئها الملتزم اللي هو المستثمر، سواء كان مستثمر ده من خاص أو من قطاع الأهلي أو من مستثمر، ويا إما هينشئ هذه المستشفى أو هياخد أحد المستشفيات القديمة ويرفع كفائتها ويجيب أجهزة فيها حديثة ويبتدي تشغيلها لخدمة المواطن المصري. الهدف منه إن احنا عايزين نوسع الخدمات الصحية. احنا عندنا عجز في المستشفيات، فقلنا او مشروع القانون فلسفته ان احنا نفتح منافس جديده بفكر جديد تقدم فيها خدمات صحيه للمواطنين، ايضا تحسين اداء المستشفيات الحاليه وتحسين ادارتها ورفع مستوى الاداء فيها. فده كان يمكن فلسفه مشروع القانون. فلما يبقى في مستثمر داخل يحسن لي الخدمه الصحيه واحصل على جوده في الخدمه المقدمه، يبقى انا اكون مع هذا القانون، مع عدم الاخلال او المماس او المساس باي شيء خاص بالمواطن البسيط، سواء اللي ليه تامين صحي شامل، سواء في الخدمات الاسعافيه، في الطوارئ، في نفقه الدوله. ده كله يعني موضح بالقانون، موضح بمواد القانون ان احنا لا مساس
الإحساس بالمواطن البسيط في إيجاد الخدمة المناسبة. الحكومة دخلت النهاردة بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، الغرض منه استكمال التكلفة اللي هي ظهرت أثناء العام زيادة، لأن زي ما حضرتك عارف أن مجلس النواب بيوافق على الموازنة العامة للدولة، إذا حصل فيها أي زيادة في أي بند منها لازم الحكومة تبقى للقانون والدستور ترجع للمجلس الثاني عشان تاخد موافقة. أنا عندي دخلت بفتح اعتماد ب 320 مليار جنيه مقسمة على 3 أبواب. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء المؤسسة لوحدة عناية مركزة للأطفال في مدينة السادس من أكتوبر. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إنشاء 8 عيادات ومنطقة انتظار في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد لخدمة المرضى الأكثر احتياجا. ووصلت قيمة مساهمة مؤسسة حياة كريمة إلى 47 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين حياة كريمة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وتوسعة نطاق عمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل تشاركي. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع ساق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للساق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية وتغذية سليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. إلى شروع عماد نتحول. أهلا بك شروق، تفضل. أهلا بك نهى، أهلا دينا، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة.
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة. وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف لتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، والتي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لكافة جهات الدولة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار بتريليون جنيه. قالت وزيرة التعاون الدولي إن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البناء بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة. وخلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يعقد تحت عنوان نحو إفريقيا المستدامة، أوضحت الوزيرة أن هناك تمويلات تنموية بأكثر من 10.7 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 وحتى الآن، مضيفة أن منصة حافز تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية ومئات المناقصات والفرص التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحري بالمواد البترولية، والتي تنعقد على مدار 3 أيام بميناء الحمرة البترولي في مدينة العالمين الجديدة. وأكد الملا أن صناعة البترول والغاز الطبيعي لا تألو جهدا في تحقيق أعلى معايير التوافق البيئي وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة. استطعنا الفترة الأخيرة أن احنا يبقى عندنا شركات عالمية كبرى تأخذ مناطق امتياز للحفر والبحث والاستكشاف، وكان منها على سبيل المثال شركة إكسون موبيل، والحقيقة هم هيبتدوا يحفروا أول بئر استكشافي لهم في قبل نهاية هذا العام. واستعدادا لذلك طبعا وإحساس بالمسؤولية المشتركة من ناحيتهم ومن ناحيتنا فيما يتعلق بالأعمال في البحر الأبيض المتوسط، وكيف يمكن في حال وقوع أي تلوث للزيت في البحر يجب أن يكون يتعمل خطط للطوارئ وخطط لمكافحة هذا التلوث. وإلى سوق المال، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، حيث ربح رأس المال السوقي 1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.840 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 27228 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 5925 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 8558 نقطة. أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً قوياً، وتوقع الصندوق في أحدث تقرير بشأن توقعات الاقتصادية الإقليمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 4% هذا العام بزيادة عن التقديرات السابقة. انتهت جولتنا الاقتصادية، ومن جديد عودة إليكما دينا ونوح. شكرا لك شروق أحمد. استقبلت جامعة بني سويف وفد مؤسسة حياة كريمة في إطار مبادرة وي سبورت التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر مايو الجاري في عدد من الجامعات المصرية. تهدف المبادرة إلى الانتشار والتواجد مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع 1228 من الأدوات والهدايا على الطلاب كرسائل تحفيزية. دور كبير تلعبه مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم للطلاب الجامعيين بمختلف تخصصاتهم، ومن هنا جاء انطلاق مبادرة وي سبورت من جامعة بني سويف بهدف تنمية مهارات الطلبة خاصة في أوقات الامتحانات. احنا النهاردة في جامعة بني سويف احنا بنشتغل مع الطلبة لان دول أساس المجتمع المصري، بنديهم دورات تدريبية، حياة كريمة معاهم في كل مجالاتهم،
بننزل لهم الجامعة، بنعرفهم يعني حياة كريمة، بنحاول ندعمهم في كل المجالات اللي هم محتاجينها. مع قدوم الإجازة الصيفية تقدم المبادرة للكليات المختلفة ومنها كلية الإعلام العديد من الدورات التدريبية والعملية للطلاب كورش في مجال الإعلام الرقمي أو المونتاج وغيرها. ونحن على مقربة من دخول الامتحانات التي تبدأ أو آخر هذا الشهر، بنبدأ إعداد الطالب على المستوى النفسي والمهاري والسيكولوجي من حيث الندوات والتدريبات حول اللي احنا بننظمها هنا في الكلية حول إدارة الوقت وتنظيم الجهد وتوزيع الأمثل للمذاكرة في خلال الفترة دي وتهيئة الأجواء النفسية والسيكولوجية ليهم. الولاد اللي عندهم اهتمام أو تطلع هو عايز يعرف المبادرة المؤسسة بتعمل إيه، أو اللي ما عندوش اللي حابب إن هو يكون عنده ميل للتطوع بدل ما يعني هيقدر إن هو يدور من خلال منافذ مختلفة، هو هنا عنده منفذ موجود في الجامعة يقدر إن هو من خلاله يتواصل ويعرف لو هو يقدر يشارك بأي أنشطة تطوعية. وتقديرا لدورها تم استعراض إنجازات مؤسسة حياة كريمة في السنوات الماضية وما قدمته الدولة لخدمة الشباب، وذلك في إحدى مناقشات مشروعات التخرج لطلبة الكلية. المبادرة دعمتنا إن هي مثلا قدمت لنا حاجات كتيرة جدا وخلتنا نتواصل مع ناس كتيرة جدا، وفي الكلية هنا بيبقى في ندوات كتيرة جدا خاصة بالمبادرة، وأي حد محتاج دعم بيبقى في ندوات كتيرة جدا لكده. الدعم زي ما هو أهم ما يكون مادي، الدعم النفسي مهم جدا، فإن هم يكون معنا في يوم زي ده، إحنا شايفين اليوم ده أهم يوم لنا كطلاب، ان احنا بنشارك تعبنا كله على مدار السنين التعليم اللي فاتت كلها في مناقشه مشاريعنا النهارده. بنناقش الاماكن السياحيه الموجوده في بعض المحافظات اللي يكاد يكون محدش يعرف عنها حاجه زي الشرقيه، القاهره، سيناء، اسيوط، المنيا، حاجات كتير قوي. هو اول موقع معتمد على الذكاء الاصطناعي. ونجحت مؤسسه حياه كريمه بمبادره وي سبورت في مد ذراعيها للطلاب في المرحله الجامعيه ودعمهم بجميع السبل ليكونوا على درايه ووعي ومسلحين بادواتهم العلمية لخدمة وطنهم. نتحول في التاسعة إلى أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إليك شروق عماد. شكرا دينا ونوها، أهلا بحضراتكم مجددا وجولة رياضية جديدة في نشرة التاسعة. حقق منتخب مصر للكيك بوكسينج المركز الثاني عالميا في بطولة البحر المتوسط والتي أقيمت بتركيا، وفازت مصر بثماني ميداليات ذهبية وأربع فضيات وأربع عشرة برونزية وسط مشاركة دولية ضمت أكثر من 5000 لاعب ولاعبة. تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسة الجولة 24 من الدوري. بهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد فريق إنبي في المركز السابع برصيد 33 نقطة. هذا وقد تعادل فريق زد مع نظير الاتحاد السكندري سلبيا في اللقاء الذي جمعهم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 24 من منافسة الدوري المصري. توج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، مستفيدا من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض. في ليلة زين فيها اللون الأبيض شوارع القاهرة والمحافظات، عاد نادي الزمالك من جديد إلى أمجاده الأفريقية بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. لاعبو الزمالك احتفلوا أمام أكثر من 50,000 متفرج بالفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو
الجيزو سددها مباشرة داخل المرمى. كانت مباراة الذهاب التي احتضنتها الأراضي المغربية قد انتهت بفوز نادي نهضة بركان بهدفين لهدف، ليستفيد أبناء ميت عقبة من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، ويحققوا البطولة للمرة الثانية في تاريخهم بعد بطولة 2019 على حساب الفريق نفسه. الزمالك حقق عدة مكاسب بهذا الفوز، منها انتعاش خزينة النادي بمليوني دولار مكافأة البطولة، كما أن فوز الزمالك باللقب الأفريقي ضمن له المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي. أيضا رفع الزمالك رصيده من البطولات القارية ليعادل أرقام وبطولات نادي ليفربول الإنجليزية القارية، بعدما وصل إلى 14 بطولة، منها 5 دوري أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقي وكأسان للكونفدرالية وكأس الكؤوس الأفريقية وكأسان للبطولة الأفرو أسيوية. وننتقل إلى الدوري الإنجليزي، حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعيين الهولندي أرني سلوت مديرا فنيا للفريق بعد رحيل الألماني يورغن كلوب. كان كلوب قد أعلن رحيله عن النادي الإنجليزي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات حقق فيها العديد من الإنجازات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. انتهت جولتنا الرياضية، ومن جديد عودة إليكم نهى ودينا. شكرا جزيلا لك شروق. انطلقت اليوم فعاليات منتدى السياحة الإفريقية بمدينة شرم الشيخ. يهدف المنتدى للخروج بتوصيات ملموسة لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الإفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية لضمان استدامة قطاع السياحة في إفريقيا. كلفت لحضور هذا المؤتمر لما له من جدوى اقتصادية مهمة. طبعا الهيئة العامة للاستثمار بتبذل كل الجهد لتيسير إجراءات المستثمر وحصوله على التراخيص والموافقات، وبالإضافة إلى دعمه وتوفير الحوافز المناسبة للقطاعات. النهاردة هيئة الاستثمار بتستهدف قطاعات بعينها، على يعني رأسهم قطاع السياحة، لأنه قطاع مهم جدا وهو قطاع عائده سريع. طبعا بالإضافة للقطاعات الأخرى زي ما بنستهدف قطاعات صناعية قطاعات زراعية، ولكن قطاع السياحة له أهمية خاصة في توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نصل ل 30 مليون سائح في خلال الفترة القادمة لغاية سنة 2028. المنتدى طبعا ده بداية إن هو عندنا أول حاجة بداية معرض يبقى موجود في مصر، أو كان كل الكلام اللي احنا ياما قلنا عليه ونادينا بيه من زمان. طبعا حاجة ممتازة جدا ان احنا نجيب التجمع الهائل ده من مجموعة الناس اللي سواء الأسواق كلها اللي شغالة على مصر، ده كان حدث مهم جدا وكنواة لبداية معرض. طبعا حاجة ممتازة جدا، قابلنا ناس كتير، في ناس نعرفهم، في ناس أول مرة نشوفهم، في كمان الانطباع بالنسبة لي أنا أهم حاجة عندي إن الناس انبهرت إن احنا مصر عندها الإمكانيات دي، لان الناس طبعا اول مره ترافل ايجنت اول مره يخشوا القاعه الرئيسيه بتاعه الدوله، يعني قاعه المؤتمرات. يعني تنظيم مؤتمر بالحجم ده وبالجوده دي وهو يكون المؤتمر الاول من نوعه على مدينه عالميه زي شرم الشيخ، ده بيلقي الضوء تاني على مدينه السلام، مدينه شرم الشيخ اللي احنا كلنا مش محتاجين نعملها دعايه، لان هي عندها من الدعايه والسمعه العالميه الكافيه لجعلها من اعظم الديستنيشنز اللي على الكره الارضيه. مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده هنا في الانترناشنال اكزيبيشن، بيتعمل لاول مره الحمد لله. الترافيك قوي جدا، وال يعني نسبه الدول المشاركه هايله. هو طبعا السلوجن افريكان، لكن احنا مبسوطين جدا ان احنا قابلنا كتير جدا من الانترناشنال تور اوبريتور اوروبا وشرق اوروبا وغرب اوروبا، وده بيدي اوبورتيونيتيز كتير، وده بيزود الاورنس والمعرفه عن شرم الشيخ والريزورتس في مصر بالذات لكل دول العالم. وقفه اخيره مع اخبار الطقس والاحوال الجويه والتفاصيل مع شروق، تفضل. شكرا نهى ودينا، أهلا بحضراتكم في جولة أخيرة لأهم وآخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 38، الصغرى 27، إسكندرية 32، 23، مطروح 33، 24، بورسعيد 31، 23، الإسماعيلية 39، 26. أما عن السويس فالعظمى 29، الصغرى 26، العريش 29، 20، طابة 35، 25، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 40، 27. وإلى الأقصر حيث درجة العظمى 44، الصغرى 28، أسوان 45 والصغرى 28، الوادي الجديد 44، 30، شلاتين 37، 27، حلايب 34، 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي ينعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ويعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في مصابهم الجلل. إيران تستعد لتشييع جثمان رئيسها ومرافقيه في مدينة تبريز غدا، والسلطات تفتح تحقيقا في حادث سقوط الطائرة الرئاسية. مدعي الجنائية الدولية يطالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وواشنطن ترفض وتعتبر أنه سيعرض محادثات الهدنة للخطر. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا نهى؟ مساء الخير عليك. كل تمام الحمد لله. المحادثات هتعرض للخطر بسبب القاء القبض على نتنياهو جالانت ان حصل. ده نتنياهو جالانت هم سبب الخطورة على هذه المحادثات، ده هم اللي سبب البلاء اللي بيحصل على هذه الأراضي، هم سبب المأساة الحقيقية اللي موجودة، هم مجرم الحرب فعلا. احنا بس في انتظار يبقى في آلية تنفيذ، يعني بس يمسكوهم الأول وبعدين نبقى نشوف الخطر الداهم. صح.
صحيح. ربنا يستر. اشكركم على كل حال. شكرا جدا ليك يا دينا وشكرا يا نهى. شكرا. واستاذنكم نبدا فقرتنا. فضل.